مدينة طفس 8-5. الطيران المروحي يلقي بالبراميل المتفجرة على مدينة طفس، وتم اشتعال حرائق في المحاصيل الزراعية محصول القمح. الله أكبر والعزة لله. أفيتوا إلقاء برميل متفجر مليء بالTNT من طيران المروحي على مدينة طفس مع قصف مدفعي يومي على مدينة طفس. النظام يلقي أغلق السمن. الله أكبر والعزة لله. المحاصيل الزراعية محصول القمح لهذا العام من هذا النظام، حيث ألقى برميل مليء بالTNT على مدينة طفس. تابع الحرائق في كل مكان.